هل ممكن ان الدكتور يوسف زيدان يروي لنا قصة 2013 وربما يحلم معنا ب 2014؟ هل السنين مهمة؟ هل الأرقام لها معنى؟ ولا حركة الأيام والشهور والسنين بتعدي فتأخذنا معها، ممكن يكون فيها أحداث مهمة وممكن ما يبقاش فيها، لكن خلونا نبص على السنين وهي بتمشي وبنكبر معاها ونشوف ماذا يخبئ لنا القدر، وقد يكون لدى الروائي، وقد يكون لدى الأديب، قد يكون لدى الباحث في التراث عندما يقرأ المخطوطات فكرة مختلفة، أكيد عنده فكرة مختلفة عن السنين والأعوام. دكتور أهلا أهلا بيك ست، وأنت طيبة. امبارح كان المفروض تبقى قدام محكمة قطرية. بس ما روحتش. إيه قصة المحكمة القطرية؟ والله قصة من القصص اللي هي العبثية، اللي وقعنا مليان بيها يعني في الفترة أو في الثلاث سنين الأخيرة. رواية أنا بخلصها، فاقترحوا علي أن هم يشتركوا في نشرها، وكنا عقب ثورة يناير ومتحمسين كلنا ومتصورين يعني أن هم بيش طبعا لسه ظهرت الأمور قوي. ففي صيف 2011 عملنا اتفاق على أن هم مع هم مين؟ شبكة الجزيرة. كان وقتها وضح خنفر هو رئيس الشبكة، وهو شخص لطيف ده حقيقي. وثقتي فيه خلتني يعني ايه اتحمس، قلت لهم بس الرواية تطلع في مصر وتنشرها الشروق. قالوا طيب احنا مع الشروق يعني، بس اللوجو بتاعنا يتحط. قلت لهم طيب، وخدوا كشف حساباتي مع الشروق وعملوا متوسط للمتوقع من الرواية خلال 5 سنين على ان هم يدفعوا لي ده، وبعدين هم يحاسبوا دار النشر. ايه الفكره؟ الفكره ان احنا عايزين نشجع الانتاج الفكري والادبي ونريح يعني طيب. فحتى زي ما قلت من شهر كده كنت مع الاستاذ عمرو اديب، عارفاه طبعا، بشوفه احيانا، ف بحكي له انه ابراهيم المعلم لما بقول له على الموضوع قال لي طب ليه؟ طب ما انا ادي لك الفلوس دي وخلاص. قلت له يا سيدي هم ناس عايزين يقربوا مننا. وبعدين احنا بنتكلم بقى، كنا ساعتها طبعا كنت مصدق حسن النية يعني. ما هو في مرات كتير احنا صدقنا، وبعدين مع ان محمود درويش قال لنا لا تصدق فهي مذبحة ولا تخمد هجيرك، هم يسرقون الآن جلدك فاحذر ملامحهم وغمدك، كم كنت وحدك يا ابن أمي يا ابن أكثر من أب، كم كنت وحدك. المهم بس كان يكتبها عن إسرائيل. لا، كان بيكتبها دي مديحة ظل العالي، كتبها في حصار بيروت وإزاي أنه العرب خلوا بالفلسطينيين. عشان كده هي حتى عنوان القصيدة مديح الظل العالي، اللي هو الحاكم العربي يعني، وبيسخر من فكرة ويقول فيها بقى ولا جديد لدى العروبة بعد شهر يلتقي كل الملوك بكل أنواع الملوك من العقيد إلى الشهيد ليبحثوا خطر اليهودي على وجود الله. الله، يعني سايبين الدنيا اللي في الأرض وبيتكلموا زي ما احنا كتير الوقت. يعني لحد دلوقتي نتاجر بالقضية دي. المهم ده حديث آخر ذو شجون. نرجع لمسألة قطر. قلت طيب، وعرفت ان هم اتفقوا مع صديق لينا مخرج مشهور على انه لما تخلص الرواية هو كمان ينتجها فيلم. قلت لهم لا، انا ما بملش قوي لحكاية الافلام دي، انا بكتب عشان الناس تقرأ. فنحذف مسألة الفيلم. مش عارف ايه، طب ندفع لك كذا. لا خلاص. رحت امضي العقد، فلقيت انه بدل 5 سنين هو 7 سنين. طيب بقى. وقالوا لي ده نص المبلغ ونص المبلغ لما تخلص. قلت يا ريتني سمعت كلام ابراهيم المعلم، يعني طلع اكتر خبره مني. المهم قلت طيب ومضيت. بس طبعا لما لقيت كده في اخر بند في العقد، خليت اللي هو بيمضي معايا نائب رئيس الشبكه يكتب بخط ايده ان لا يجوز نشر الروايه دي الا بموافقه خطيه من المؤلف على الغلاف وتصميمه والجمع وكل حاجة عشان ما يعملوش حاجة مفاجأة، وكتب كده فعلا. المهم خلصت الرواية بعتها لهم،
فقالوا لي في شويه ملاحظات كده عايزين نعدل في النص. لهم لا انا ما بعدلش في النصوص، ده شكلها نعدل في النص. ده شكلها المكتمل. قالوا طيب طيب هنشوف. الناس طبعا هنا القضاء بيعلن عن اللي جوايا. دي كانت روايه ايه؟ محال. قعد 3 شهور معلقين الموضوع، وانا مش قادر اقول للناس حتى اصله في حاجه معلقه مع الجزء. في الاخر قلت للشهوق خلاص اطبعي انا هتعاقد معاك. الراي القانوني كان انه لا، هم لازم يلتزموا بالعقد ولازم يدفعوا لك ال 40,000 اللي باقيين دول. فانا قلت بقى لا قضايا ولا بتاع، خلاص خلاص شويه. وبداوا يتلطفوا بطريقه تانية. تعالى اعمل لنا الست اللي هي مديرة البرامج بتاعه الجزيره مباشر مصر، تعالى اعمل لنا حلقه في مش عارف اسمه حديث ايه كده على مسؤوليتي. وقلت لها لا ما عنديش وقت وكده. قالت لا ده احنا بندفع مش عارف ايه. قلت لها لا ايه دي بالنسبه لنا هزار. قالت لي طب ايه بس؟ قلت لها ده انا على الاقل، وقلت لها مثلا ايه 15 ضعف. قالت لي طب اوكي ناخد الراي. قلت لها ستي لا مش عايز. في الوقت ده موضوع الفلوس ده موضوع اساسي في الحياه. ما دي مشكلتي مع اخواننا في الخليج. مش كلهم طبعا، في ناس محترمين الحقيقه كتير، بس دايما مشكلتي معاهم يقولوا لي ايه طب شوف انت عايز ايه. اقول لهم انا مش عايز حاجه، اللي هو بقوله هنا في مصر برضه. المهم الناس تشترى. ف وبدا طبعا يظهر الدعم القضيه القطري. بقى القضيه انا جاي لك اهو. بدا يظهر الدعم القطري للاخوان في الوقت اللي انا كنت واقف فيه تماما ضد الاخوان وضد ما هو اسلامي. وانا فاكر في حلقتنا لما انت قلت لي مجلس الشعب ايام ما كانوا الجماعه قلت لك هو فين ما عندناش مجلس الشعب. المهم يعني ففي محاوله للضغط كده، راحوا رافعين عليا قضيه عايزين 15 مليون دولار. فسالت محامي ايه حكايه إيه الناس دي قال لا ما تستهونش بالقضاء هناك، دول مش زي هنا، مفيش بقى تقعد تأجل ومش عارف وايه دول سريعين جدا. فاهتم بالموضوع. طب اهتم بالموضوع اعمل ايه؟ هم بعتلي استدعى عن طريق الخارجيه. طب حتى مش قايل لي طب هروح ازاي؟ ما هي الدوحه دي مش المنصوره، هركب عربيه انا فحسيت ان الموضوع كله هزلي. ايوه 15 مليون دولار ده ايه؟ بانلتي دي ايه؟ ان ده كان المتوقع ان هم يكسبوه من الروايه. دي روايه ايه اللي هتكسب 15 مليون دولار؟ يعني انا تهيألي هاري بوتر حتى ما عملتش للمؤلف المبلغ ده. المهم يعني ف خلاص بس يعني. بس هتاخدها بجديه الموضوع؟ برضو انا برايي ان الموضوع هاخدها بجديه اذا وصل الموضوع لمصر. يعني هل مثلا هتبعتوا محامي مثلا من الدوحه يمثل حضرتك ايه؟ يعني هو في حد امبارح تطوع كده من هناك وراح حضر، حتى ما معهوش توكيل او حاجه. بس ده شخص محب يعني. وطلب اجل لاعداد اظن توكيل او حاجه. بس انا مش هاخد الموضوع ده بجديه الا لو وصل الى القضاء المصري. وده ممكن طبعا يبقى بين يوم وليله لان هم سريعين جدا. ساعتها نقدر نتكلم. انما انا اروح اتفاوض في او اتكلم في محاكم قطريه. بس لا يقلقك هذا الامر مطالبتهم ب15؟ يعني كان اقلقني الحاجات التانية. يعني ما انا من 2001 هنا في بلدي. صحيح، من 2001 حتى هذه اللحظه لم اخلو قط من قضيه في امن الدوله العليا. تخيلي وبتهم مختلفه. ازدراء الاديان كان عندك؟ لا، اول واحده كانت ازدراء التراث الاسلامي. وانا كنت فاكر نفسي اكتر حد عمل يعني خدمات للتراث الاسلامي. بس قعدت القضيه وراحت محكمه وقعدنا فيها يمكن 6-7 سنين. وبعدين قضيه لازدراء الكنيسه عزازيل. في وقت كان البابا شنوده الله يرحمه يقابلني ويجي يزورني في المكتب. وحتى البابا تواضروس اول ما تولى بعد شهرين تقريبا اهداني درع الكنيسه المرقسيه. ده يعني ده الموقف الرسمي. ومع هذا تلاقي ناس كده من اللي هم بيشتغلوا دول في حاجات غريبه كده يعملوا دعاوى. وقفت
راح طلع ازدراء الديانات كلها. كلها بقى لك لا بالكنيسه بس احنا بنقول المجمع. حتى المحقق لما رحت هو لسه مفتوح الملف ما اتقفلش يعني، فبيقول لي ايه طب ما قولك في اتهامك بازدراء الاديان؟ قلت له ما فيش حاجه اسمها اديان عشان يعني حدد التهمه. قال لي ازدراء الاديان. قلت له ما فيش اديان. قال لي يعني ايه ما فيش اديان؟ قلت له في دين، المصحف قدامك اهو، مش دول المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه؟ طيب مفروض يعرفوا ان في المفهوم الاسلامي مفيش كلمة اديان بالجامعة ابدا، فبالتالي هم مفروض يذكروا شوية. وقلت كلام ما يصحش طبعا اقوله دلوقتي على الهوى، بس هو انه اللي في المجلس ده ما يعرفوش يقروا كتاب اللاهوت العربي. وانت بتبص على 2013 وما حدث بها، بتقف قدام ايه؟ يعني فين لحظات فارقة ترى انها غيرت مجرى تاريخ المصري او غيرت مجرى؟ لحظات قليله قوي يا استاذه في المجتمع وفي حتى لما جم عملوا تحت بيتي عمليات القتل الشنيعه دي الاخوان في يوم 4/7 ورموا العيال من الاسطح وكده، وانا نفسي ده كان في تحت بيتي على طول. وشفتها بعينيك؟ ايوه. وكان قبليها يجوا، ما قدرتش طبعا اعلن ايامها الكلام ده مع اني كتبت على الفيسبوك، كان يجوا يقفوا لي تحت العربيه اتنين من البغال والحمير ويسالوا البواب طب هو بينزل امتى؟ كلام الخايب ده، واحنا عارفين طبعا قاعده ان اللي بيهدد ما بيعملش. طيب وكان ايامها كل الناس بتتهدد يعني كلنا. لكن شفتهم بيلقوا بالبشر؟ لا انا كنت واقف بقى، لان لما انفعلت فقلت طيب خلينا نروح نحارب بقى. وفي لحظه ما كنت زهقت وبقول انه ننتهي بقى. دي كانت لحظه فرق. انا ما بنفعلش كتير بس أنا وكتبت على الفيسبوك ان انا نازل، يا اللي بتخوفونا قلنا لكم مش انا نازل واقف في سيدي جابر عند الرصيف العريض واقف ساعتين واللي عايز يواجهني يقابلني هناك. بس طبعا تاني يوم الدنيا كانت مرتبكه جدا، وتاني يوم قلت عشان الشباب ما ياخدوهاش كتبت لهم الصبح قلت لهم انا امبارح كنت منفعل جدا ومش ده العادي ومش مفروض نهاود نفسنا في الانفعالات القويه دي. احنا بنثور دلوقتي مش عشان نخلع رئيس، علشان نواجه تنظيم دولي، واظنها كانت من المرات الاولى اللي حد اتكلم فيها عن طبيعه المواجهه. وقعدت اتكلم معاهم واكمل عامل فلسفه اللي احنا فيه اللي هو 2013، لانه الاخوان كان ينقصهم الفكر وكانوا يكرهوه، وينقصهم الجمال وكانوا يكرهوه، وينقصهم المنطق وكانوا يكرهوه، فكنت بعمل العكس. فكانت السنه الاستجابات مفروض يعني لما بنعمل صالون ثقافي يبقى في مثلا 20-30 واحد، انا بروح ساقيه الصاوي الاقي 1500 2000 والناس مش لاقيه تقعد. اذا ما نقدرش نقول الناس مش مهتمه. السنه دي من علاماتها معدلات توزيع الكتب عامله قفزات ضخمه جدا. اي نوع من الكتب؟ كل الكتب. كل الكتب؟ لان انا بشوف القوائم الكامله كتب اعمال ادبيه وكتب بحثيه يعني لدرجة انه من مشاكلي مع الناشر بتاعي والقراء انه لما بيطلع الطبعات بتخلص بسرعة فالناس تشتكي. وده مش معايا لوحدي عشان نبقى واضحين، لا في مؤلفين كتير الناس حست ان هم بيقولوا كلام بجد في الادب او في الكتب، ودي علامة ما نهدرهاش. فحركة الناس يوم 30 وحركة اسكندرية المبكرة يوم 28 لما فضت البلد، وانا قلت كده مش فاكر كنت في انه برنامج اسكندرية دايما في الطليعة فيها حاجة اسكندرية. انا عملت عدة محاضرات في المسألة دي عن المزيج السكندري وكتبت عنه حتى، برغم ان طبيعة. فيها سلفيين طهير سلفي واسع وفيها طهير اخواني واسع. السلفية مش اللي ناس فهماه. السلفيه مش حازم صلاح ابو اسماعيل. السلفيه دي مدرسه علميه موجوده في اسكندريه من 1200 سنه وليها مشايخ، دول ما بيطلعوش في الاعلام. يعني
لا اظن ان مهما حاولتي مثلا او حاول حد من من اخواننا الاعلاميين انه يستضيف مثلا دكتور محمد اسماعيل المقدم انه هيقدر يجي. ليه؟ هو بيشتغل في العلم. والسلفيه، السلفيه يعني محمد يسري سلامه ده تلميذي وتلميذ الدكتور. دي ناس بتشغل بعلوم الحديث والتفسير، مش اللي بيلعبوا سياسة. اللي بيلعبوا سياسة دول ناس بتهزر. فلما نقول ان اسكندرية معقل السلفية، ايوة اسكندرية طول عمرها فيها مدرسة سلفية من ايام، حتى في الزمن الشيعي، من ايام ابو بكر الطرطوشي. ما هو كتاب سراج الملوك ده كتاب في الفقه السياسي السني، اتكتب في الزمن الشيعي الفاطمي في الاسكندرية. حتى اخر عباره فيه شفت له مخطوطه نادره جدا وقريبه من عصر المؤلف، يقول في اخر سطر فيها: هذا كتابي فاكبتوا ان شئتم انفاسه. وما لقيتش العباره دي في الطبعه اللي هي المنشوره على الناس، معناها داله جدا. الاسكندريه دي اللي كان بيهرب منها الصوفيه لما الحكام يضايقوهم او يتقربوا منهم عشان ما يتاذوش. دي اللي راح لها ابن هرمز الأعرج اللي هو من التابعين. دي اللي كان فيها أبو طاهر السلفي، أعظم محدث يعني مشتغل بعلم الحديث في القرن السابع الهجري، اللي كان صلاح الدين الأيوبي بيجي مخصوص عشان يقعد في مجلسه يسمع الحديث النبوي. ده معنى السلفية، مش اللحى. الذراع السياسي للسلفيين هو من الاذرع القويه اللي سندت جماعه الاخوان. ما هو ده حتى بعد، حتى بقى في النهايه في يعني ده الكلام السياسي. لا، هم المشايخ الاجلاء بتوع السلفيه ما لهمش في السياسه اصلا. طبعا ليهم تاثير على افراد السلفيين، وليهم نوع من الولايه الروحيه كده على السلفيين في اسكندريه، بس هم ما بيلعبوش سياسه ابدا. واللي احنا بنشوفه حزب النور دي واجهات سياسيه، بس اللحى بتوهمنا بان ده ان هم زي بعض، ان ده هو المعبر عن السلفي. انما انا قلت حتى في عز زمن الاخوان انه يعني مثلا ابو اسماعيل، خلاص بقى مش هحب اتكلم عنه دلوقتي، بس يعني اذا كان سلفي يقول لي سمع من مين الحديث النبوي؟ ارى التفسير على مين؟ فين معجم شيوخه؟ ده كلام مش هيفهمه الا السلفيين، هو مش موجود. ارجع لاسكندريه تاني، ليه اسكندريه دايما بتقود في معركه، دايما بتقودها اسكندريه؟ اسكندريه هي اللي واجهت حازم صلاح ابو اسماعيل. اسكندريه هي اللي بدات مبكرا مع المحافظات، الاسكندريه والمنصوره الحقيقه كمان بداوا مبكرا حركه المحافظات. تحس ان اسكندريه ثوره يناير خلصت في اسكندريه في 48 ساعه. بعد 48 ساعة لم يكن هناك قسم شرطة واحد ولا المحافظة ولا شيء، وكانت الناس هي اللي بتنظم حياتها لمدة 3 شهور بدون جرائم. اسكندرية في 30/6 28/6 ما كانش في مقر واحد للإخوان. اسكندرية، بس أنا منحاز طبعا لاسكندرية، هي أكثر المدن المصرية وعيا وأناقة وعنفا. إيه البحر بي؟ البحر جزء، والاحتكاك الاصل الثقافي للمدينه. بس خدي بالك كل اللي احنا فيه ده مهما قعدت تقولي في برنامجك واخواننا التانيين يقولوا في التفاصيل، لا، ما يجري في مصر وفي المنطقه العربيه حاليا هو صراع ثقافي. واسكندريه هي اكثر مدينه مصريه مثقفه، وبالتالي بتاخد افعال عنيفه. لانه مثلا الأكلة الشعبية في القاهرة إيه؟ الكشري. أشياء متجاورة، عدس، رز، مكرونة، ملخبطة على بعض، لا محطوطة متجاورة. الكشري مش موجود في اسكندرية. موجود الفول المهروك اللي هو هتلاقيه في القاهرة حبيته صحيحة، هتلاقيه في اسكندرية الكوكتيل، هتلاقي في القاهرة الفخفخينة. وزي ما قال لي فيستراس وكتير من الباحثين يعني، ان المأكول ده بيدل على الثقافة السائدة. طب ايه الثقافة؟ الفرق بين بقى الكشري المتجاور وبين الفول؟ الثقافة في القاهرة ثقافة تجاورية، انها في اسكندرية اندماجية. فالفول بقى مهروس وما تقدريش تميزي وحداته من بعض. والكوكتيل متمازج، مش زي الفخفخينة اللي هي قطع.
الكلام ده. انت عارفه مثلا انه شجع ابو قير في اسكندريه هو ده شجع كانوب اللي عمله الاسكندر، هو هو الشاطبي اللي هو من الاحياء الفخمه، هو هو البروخيون الحي الملكي، شارع صفية الزغلول ده هو نفس الشارع اللي اتسحلت فيه هيباتية سنة 415، نفسه. المنطقة بتاعت محطة الرمل هي دي الميدان الميناء الشرقي اللي اتعمل في الاسكندرية القديم، هو هو ما اتغيرش. وبالتالي الأشياء دي ممكن يكون المواطن مش دارسها بس يحسها، يعني يعيها ولا لكن ما يدرسها، لا هو بيتلقاها عبر الانتقال الثقافي بحيل كتير. اصل الثقافه مش بنجيب احنا العيل الصغير ونقول له تثقف بكذا. عشان كده اندهشت جدا لما لقيت في الدستور الاخراني بتاعنا ده الثقافه حق لكل مواطن. يعني ايه الكلام ده؟ الثقافه بحسب تعريف تايلور هي نمط من حياه جماعه بكل ما يشتمل عليه بقى من لغه ودين وعادات وتقاليد، فيعني ايه انها حق لكل مواطن. فلما قلت الكلام ده في ندوه في جامعه القاهره من اسبوعين، فالولاد اللي حاضرين يعني قالوا لي الله يعني ضد الدستور؟ قلت لهم لا مش ضد الدستور، انا عايزه يمشي بس انا بعمل ملاحظات عشان نبقى عارفين. كان المفروض تتكتب ازاي؟ الانتاج الفكري، التثقيف العام، يعني هذا هو الفعل. يعني الثقافه مش فعل، الثقافه دي هي حياه الجماعه. عشان الناس مفكره ان المثقف ده اللي بيقرا كتب، لا ده المتفكر، ويقولوا على اللي بيكتب الكتب ده مثقف، لا مش كده، ده مفكر، ده روائي، ده اديب، ده كذا. انما الثقافه دي هي نمط حياه الجماعه، فيعني انها حق لكل مواطن الى اخره. يعني كان عندي بعض ملاحظات اخرى على الديباجه وكده. اتكلمت عن حضرتك كنت ذكرت الصراع الثقافي وقلت ان ما يحدث الان وما حدث هو صراع ثقافي. اذا اللي حصل يوم 30 يونيو ده صراع ثقافي، ده ثقافه طردت ثقافة او طردت احد تجلياته. كان صدام. الصراع الثقافي ده في لحظات معينه بيتحول لصدام. يوم 30 كان بيتحول لصدام. يوم الاتحاديه مين بيصطدم بمين؟ يعني مين عايز يطرد مين؟ نوعين من التفكير، تفكير مشدود للماضي والخلافه والبكش، ونقول لهم الكلام ده مش صحيح، ونناقشهم يعمل نفسه مش واخد باله. وعقلية أخرى بص لقدام وعايزة تتطور وعايزة يعني عينها على المستقبل، وناس عينها على الماضي، ناس تجارتها في اللي جاي وناس تجارتها باللي فات، ناس بتستعلي بأنها بتاعت ربنا وناس بتقول لهم احنا مالناش دعوه، انتوا بتوع ربنا او بتوع شيطان مالناش دعوه، احنا لينا انت بتعمل لنا ايه او بتعمل فينا ايه. هو ده فبالتالي هو صراع ذهني، تصورات. لما يجي يقول الاخواني ما يتجوزش الا اخوانيه، دي ثقافه. وقلت مره في برنامج لحد من كبار المذيعين يعني وهو بيكلمني في زمن الاخوان، قلت له يعني ايه اخوان؟ قال لي بتوع حسن البنا. قلت له يعني ايه اللي هم بيقولوا ايه؟ يعني انا عندي تعريف للشخص الليبرالي انه بيقول باطلاق الحريات الكامله ودعه يعمل دعه يمر، اللي هي القاعده المشهوره بتاعته. او لو ماركسي اوكي خلاص يبقى بيقول بالماديه الجدليه والماديه التاريخيه وعايز الاشتراكيه ليكن. سلفي وحد بيشوف ان الزمن الاتم كان في الماضي وهو بيتبع السلف السابقين. انما اخواني يعني ايه؟ يعني واحد عايز يحكم؟ ما هو كل الناس عايز تحكم. ده اللي بيخطب بنت عايز يحكم عليها، ده نزوع في سلطوي. يعني عشان كده كانوا الصوفيه يقولوا ان الواحد لما يتطور قوي كده في اخر شهوه تخرج من قلب الولي حب الرياسه. اخر شهوه يعني ينسى الفلوس وينسى الكذا وينسى انما فكره السلطه دي اخر، ده بعديها خلاص بقى يبقى يعني في الافق الاعلى. فبالتالي هو ما كانش فيه حاجه تميز ولا منطق. يعني نقول ايامها يا جماعه الدوله بتنهار، يقولوا طب سيبه يكمل مدته، يا سيدي مش هيبقى فيه مصر، طب مش عارف ايه.
وبعدين دلوقتي يطلعوا يشتموا في الفريق السيسي ومش واخدين بالهم ان هم اكتر ناس بيدعموه. ازاي؟ طبعا ما كل ما بيشتموا فيه كل ما الناس لا 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 عارفه اللي بيطلعوا بيقول كمل جميلك يا سيسي ومش عارف ايه، ده كلام خايب وعبيط، وشفناه قبل كده في ابناء مبارك وابناء حقيقة. ماشي، انما الداعم الاكبر للفريق السيسي هو شباب الاخوان دول، لان هو بيطلع يعمل عكس اللي كانوا بيقولوا عليه. مش كان مرسي بيقول لهم قطع الطريق جريمه؟ هم بيقطعوا الطريق اللي هو الجريمه. يا مشير يا مشير انت الامير. طيب يبقى اذا لا انا بتكلم على الطريقه اللي بتتبع. يبقى دلوقتي هو بيهدد النظام فتيجي القبضه الباطشه عليه، فيبقى في مبرر للبطش ويبقى في اشتهاء من الناس بان يجي شخص ذو خلفية عسكرية عشان هو يمسك حاسمة حازمة عشان البلد بتنفلت. ومش ده خلاص مصر؟ مش ده؟ ممكن نقف هنا قليلا ونخرج فاصل، وبعد الفاصل نسمع من حضرتك أين إذن هو الخلاص. فاصل.